القرآن الكريم يحتوي على مجموعة من القيم، هذه القيم تعتبر ركائز للحضارة. إحنا إذا أردنا أن ننقذ أنفسنا من هذا الواقع القائم، من حالة التخلف التي نعيش فيها، هذه القيم هي العلاج وهي الحل. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: الله الله في القرآن، يعني أذكر الله، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الآخرون، الأجانب، الكفار يأتون ويعملون بالقرآن ويسبقونكم في ذلك. هل الكفار يعملون بالقرآن؟ الجواب نعم. كل ما تجدونه من تقدم في بلاد الكفر إنما هو ببركة عملهم بالقرآن الكريم ولو في حدود. نحن أهملنا هذه الآيات، نسينا هذه الآيات، أعرضنا عن هذه الآيات، فابتلينا بهذه المشاكل. واحد من كبار اليهود، تعلمون أن اليهود كانوا أمة لعلها أذل أمة على وجه الأرض، والسبب في ذلك واضح، لأن اليهود أينما ذهبوا كانوا مثار للفساد والإفساد دائما. ولذلك اليهود أينما كانوا في أي بلد كانوا منبوذين، أهل البلد كانوا ينبذونهم. 2000 عام اليهود كانوا مشردين، كانوا أذلاء. واحد من كبار اليهود الذين غيروا واقع اليهود إلى هذا الواقع الذي تجدونه الآن، اليهود بيدهم كثير من مقاليد السياسة العالمية، الاقتصاد العالمي، يتلاعبون ببلادنا. قالوا لهذا الرجل: كيف استطعت أن تنقل اليهود من تلك الحالة إلى هذه الحالة؟ قال: في الواقع أنا كنت أفكر مدة طويلة لماذا نحن نعيش هذه الحالة، وكنت أقرأ الكتب المختلفة حتى أجد مفتاح الحل. حتى وصلت في مطالعاتي إلى هذه الآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. التغيير لا يكون بالأماني، بالآمال. من يعمل سوءا يجز به. وصلت إلى هذه الآية فوجدت أن هذه الآية مفتاح تغيير حالتنا نحن اليهود، وبدأت بالعمل وغيرت واقعنا. الكفار أخذوا بالقرآن الكريم بمقدار ما أخذوا تقدموا. الآن بلاد الغرب مع كل الملاحظات التي عليها، مع كل المشكلات التي فيها، ولكنهم عندهم مبدأ من مبادئ القرآن الكريم بمقدار، الوالد رحمه الله يقول 1%. القرآن الكريم يقول: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قانون الحرية، هذا قانون من؟ قانون القرآن.
من اللي أخذ بهذا القانون؟ إحنا المسلمين ما أخذنا بهذا القانون، بلادنا بلاد الكبت والإرهاب. الغربيين أخذوا بهذا القانون، قانون الحرية 1%، فتقدموا هذا التقدم الهائل.